أختم أخيراً بشهادة الإمام العلامة الكبير محمد معين السندي. هذا غير مشهور وغير مألوف لكم لأنه في الهند، من كبار علماء الهنود رحمة الله عليه في القرن السالف. ترجمته أيها الإخوة في كتاب العلامة الكبير مولانا الندوي، ليس أبو الحسن إنما والده عبد الحي، والد أبو الحسن الندوي عبد الحي الندوي، علامة كبير متوفى سنة 1341 هجرية. عنده كتاب اسمه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. هذا الكتاب الحمد لله دار ابن حزم قبل سنين أعادت طباعته، أنا أبحث عنه أكثر تقريباً زهاء 30 سنة لم أحصل عليه، لا يطبع. ابن حزم، دار ابن حزم في بيروت طبعته قبل بضع سنين، موجود بفضل الله 6 أجزاء. في الجزء الأخير هو ترجم للعلامة محمد معين السندي المتوفى في القرن الثاني عشر 1161 1161 أو 1161 إذا قلنا سنة. ضمن ما قال، قال الشيخ الفاضل العلامة محمد معين ابن محمد أمين ابن طالب الله السندي أحد العلماء المبرزين في الحديث والكلام. شو الكلام؟ علم العقيدة وصول الدين، علم الكلام يعني، في الحديث والكلام والعربية. ثم ذكر جملة من مشائخه ومن ضمنهم الشاه الدهلوي اللي هو شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب حجة الله البالغ رحمة الله عليه، نعم، والفوز الكبير في أصول التفسير إلى آخر كتب المعروفة هذه. وكان مفرط الذكاء سندي، يقول الإمام الندوي وكان مفرط الذكاء جيد القريحة معدوم النظير في زمانه، ما فيش إنسان بمستوى في الهند، رأسا في الحديث والكلام، ماهرا بالمعارف الأدبية، شاعرا، مجيد الشعري، له مصنفات منها دراسات اللبيب، وهذا الذي أخذت منها أنا الشهادة، دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب، في الأسوة الحسنة بالحبيب. إيش موضوع هذه الدراسات؟ هو كتاب يقع في سواء 350 صفحة، والطبعة التي حصلنا عليها بفضل الله طبعة حجرية مكتوبة باليد، طبعة حجرية في القرن المنصرم حوالي 1859 ميلادية طبع على الحجر، طبعة حجرية. موضوع الكتاب باختصار، وقد أطال الإمام الندوي لكن من قرأ الكتاب لا يحتاج في تبيان ذلك، موضوع الكتاب لمن قرأه يا أخوة اللي هو الموقف من الحديث، الحديث إذا صح واستند ثم رأينا قول الإمام المتبوع يخالفه ماذا نفعل؟ فالإمام السندي يعول على الدليل، تقول لي أبو حنيفة للشافعي لأحمد ما في الدليل، ويطيل في شكل دراسات. في الدراسة الثانية، في الدراسة من حصل على هذا الكتاب يقرأ في الدراسة الثانية عاد صفحة 84 من الطبعة الحجرية، يقول رحمة الله عليه وما روى عن معاوية بن عباس، عنده الطريقة دائما في تخدير فاعل مفعول دراها في الدراسات، وما روى عن معاوية بن عباس وحميد بن عبد الرحمن وعمير بن هانة وحمران بن أبان في الحج والعلم، يعني في أبواب الحج وأبواب العلم وغير ذلك وغير موضع إلا حين سلم إليه الأمر الحسن بن علي رضي الله عنهما وصالحه، ذكره في تذكرة القاري كتاب، وذلك لأنه قبل ذلك كان باغياً جائراً. هذا محمد معين السندي يقول وذلك أنه قبل ذلك كان باغياً جائراً ومثله لا يتحمل عنه الدين والسنة. شفت هذه الكلمة حتى ضد قواعد المحدثين، قواعد المحدثين حتى إن إن بغى وظلم لكن نتحمل عنه، لأن المدار كما قال الصنعاني على تحري إيش؟ الصدق، هل يصدق ولا يفتر كذب؟ يصدق فنتحمل عنه. لكن السندي بتحقيقه قال لك كيف أنت تسميه باغياً وجائراً ظالماً، هذا يوجب له الفسق، هذا هو الفسق بعينه، يعني فاسق عن أمر الله، فإن فسق وخاصة في أبواب الدماء وكذا كيف أنا أتحمل عنه الدين؟ كأنه لا يرتضي قاعدة المحدثين، شفتوا؟ والكلام محل نظر، والكلام في هذه المسألة محله محل نظر، مسائل دقيقة مش هكذا. لا، بعض العلماء وطلاب العلم بيعتبروها كأنها وحي منزل، يعني كأنها قرآن، هذا خلاص. لا يا أهل، للعلماء أن يجتهدوا، العلماء الذين هم يعني بموضع الاجتهاد إن شاء الله أن يجتهدوا. وهذه الدقيقة يقول، هذا الفرق الدقيق، أنه ابن عباس والمذكورين وعمير بن هاك إلى آخره، هذول أخذوا عنه قالوا قبل أن يبغي ويجور، قبل حين كان على الجادة يعني، لكن بعد أن بغى وجار لا يتحمل عنه. قالوا هذه الدقيقة واجبة الرعاية في أحاديثه على رأي هؤلاء،
على رأيهم وقاعدتهم بدنا إيه نراعي هذا. هذا الكلام مر بنا اليوم كلام النحو. وين مر؟ في كلام ابن حجر نفسه. احنا نتكلم عن إيه؟ عن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، ولا ما الصحيح؟ عن مروان قال قبل خروج على ابن الزبير إيه ولا علي أقل من ابن الزبير عندكم. افهموا، شوف كيف التناقضات. معاوية لم يقولوا هذا إيه في حقي، ما فيش معاوية صحابي، طب مروان صحابي. قال لك لا، مروان وضعه مختلف، البخاري روى عنه لكن عن طريق مين؟ من طريق الذين تحملوا عن مروان قبل ماذا؟ شفتوا كيف كثرة الدرس والتنقير والبحث والتفتيش بتخليك تقارن وتشوف وين بصير تجاوز القواعد، تقعيد قواعد نلتزمها مرة نتجاوزها أخرى، صح؟ عشان هيك كثرة القراءة بتخلي الإنسان يتحرر. طيب يا أخي التزم الشيء دائما، أجره على الكل بلا تفريق وتمييز. أما أنه حلال عليكم يا حرام إيه؟ على غيركم. على كل حال، فقال لك مروان إيه؟ روى البخاري عنه من طريق من تحمل عنه الرواية قبل أن إيه؟ يخرج مروان على ابن الزبير، لكن بعد أن خرج لا يتحمل عنه. هذا الاعتذار جميل، طبقوا هذا على معاوية. معاوية قبل أن يخرج على الإمام الزمان الإمام الحق، طيب اقبلوا رواياته. بعد أن خرج لا تقبل رواياته. وطبعا واضح أنه معظم رواياته كانت حين كان إيه؟ خليفة، ويأتيه الرواة من العراق ومن الشام وكذا كذا، ويصلوهم بالصلاة ويحملون حديثه، وقد أثر عنه زهاء 146 حديثا. سنتكلم عن حديث معاوية وأحسن من تكلم عنها ابن الوزير الصنعاني في العواصم والقواصم، لكن نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. فإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.